في قناة وصفات سحرية مع مايا. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله جايبة لكم وصفة جميلة جدا لزيادة الوزن عند الأطفال وعند الكبار. كمان مش بتزود الوزن بس، دي كمان بتعالج الأنيميا وبتدي طاقة جميلة جدا للجسم. إن شاء الله بتزود 5 كيلو في الأسبوع. هنعمل الوصفة بإذن الله صح، بناء على طلبات إحدى المتابعات، كانت طلبت مني وصفة لزيادة الوزن. ان شاء الله الوصفه مكوناتها طبيعيه جدا. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنقول دلوقتي المكونات بتاعتنا. هنا معانا كوب من اللبن، دول كده الوصفه الاولى. كوب من اللبن، ومعانا هنا خميره فوريه. اول حاجه هنعملها هنجيب كوب وهنحط فيه معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنحط وهنصب كده كوب اللبن وهنقلب. كده احنا صبينا الخميرة الفورية مع كوب من اللبن. ده هنشربه مرة الصبح ومرة بالليل. الخميرة الفورية مرة الصبح بعد الفطار وقبل ما ننام على طول. المشروب ده هنشربه بعد الأكل يا جماعة، مش قبل الأكل. مفيد جدا جدا للأطفال وللكبار، وبيزود الوزن بشكل جميل، وكمان بيزوده بصحة. هنشرب منه كوب بعد الفطار وكوب بعد قبل ما ننام على طول. تمام. هندخل دلوقتي في الوصفة التانية. الوصفة التانية عبارة عن ان احنا هنعمل زي مربى. المربى ديت بتعمل على زيادة الوزن، وكمان بتشيل الانيميا وبتزود الوزن بشكل ملحوظ. باذن الله بتزود 5 كيلو في الاسبوع. للناس اللي عندها نحافة او حابة ان هي تزود الوزن، او الاطفال حابين ان انتوا تدعموهم بالطاقة. معانا هنا عسل اسود زي ما انتم شايفين. هنا معانا المحوجة، اللي هي الحلبة المحوجة، اللي هي بتاعة المغات، اللي هما بيسموها مغات، حلبة محوجة دي بنجيبها من عند العطور. ومعانا هنا سمسم. طبعا احنا معانا هنا نص كوباية من العسل. لو احنا عايزين نزود يبقى هنزود في المقادير. هنجيب هنا المحوجة، ودي المحوجة ديت معلقتين كبار. هنحط معلقتين كبار مع نص كوباية من العسل الأسمر. هنحط عليها معلقتين من المغات أو الحلبة المحوجة، وهنقلبهم كويس. هنفضل نقلب كده لحد ما المغات او الحلبة المحوجة تتجانس كويس جدا جدا مع المغات مع العسل. قلبناهم كويس زي ما انتم شايفين. هنيجي دلوقتي بقى دول معلقتين كبار من السمسم. زي ما قلت المقادير هيبقى عبارة عن نص كوباية من العسل الاسمر مع معلقتين كبار من المحوجة مع معلقتين كبار من السمسم. هنضيف السمسم. هنقلبهم كويس. تمام. قلبناهم كويس، بقوا مربى زي ما انتم شايفين كده. المربى الجميلة لزيادة الوزن دي يا جماعة جميلة جدا، ومش بس كده، مفيدة جدا للاطفال وبتغذيهم، وكمان بتشيل الانيميا. يعني لو الطفل عنده انيميا بتشيل الانيميا، وبتزود 5 كيلو في الاسبوع بشكل ملحوظ جدا. زي ما قلنا هناخد معلقة كبيرة اول ما نصحى من النوم الصبح على الريق، كل يوم معلقة كبيرة مش اكتر من كده، هي معلقة كبيرة. وزي ما قلنا جبنا
اللبن، كوباية من اللبن، وحطينا عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، من الخميرة الفورية العادية جدا. تمام، هناخد هنشرب اللبن ده الصبح بعد الاكل يا جماعة، مش قبل الاكل. اللبن هيتشرب بعد الاكل مع الخميرة، مع معلقة من الخميرة، انما المربى الجميلة اللي احنا عملناها دي هتتاخد واحدة معلقة كل يوم الصبح على الريق، معلقة كبيرة. هتلاقوا اللي عنده انيميا هتتشال، الوزن هيزيد بشكل طبيعي جدا، وعن تجربة. جميل جدا يا جماعة للاطفال، والوصفه ديت انا مجرباها مع ناس كتير، ناس كتير جدا كنت قايله لهم عليها وجربوها فعلا جابت معاهم نتيجه هايله. ان شاء الله باذن الله الوصفه ديت هتجيب معاكم نتيجه هايله للي حابب يزود وزنه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.